تعد المرأة أكثر الفئات تهميشاً في مجتمع ذكوري يمتهنها ويمنع عنها الكثير من حقوقها. وفي وضع حرب تشهدها البلد منذ نحو 5 سنوات دفعت خلالها الفاتورة الأكبر. نحن في مجتمع ذكوري للغاية، يتم ممارسة المميزات علينا من الأسرة بحد ذاته، بحيث أن الرجل من حقه أنه يخرج يشتغل يدرس يتعلم في أرقى الجامعات، بينما البنت تعيش في المنزل لتطبخ لتكنس لتغسل، وفي الأخير لا تلاقي بالأحق كلمة شكر أو تسلم الأيادي اللي صنعت هذا العمل. المرأة اليمنية من بين أكثر نساء العالم كفاحا طيلة حياتها، لكنها لم تستسلم لهذا الواقع المر، فما زالت تناضل من أجل نيل حقوقها رغم كل المخاطر. أنقل الغاز براسي لي ولا جيراني لقل أحصل 200، وأنا للهيانة حق الناس. 5 سنوات من الحرب بعد انقلاب ميليشيا الحوثي دفعت خلالها المرأة اليمنية بشكل عام ونساء تعز على وجه الخصوص فاتورة باهظة الثمن من القتل والتعذيب والنزوح وحتى الاعتقال والتحرش. أنا اضطريت وتركت المنزل حقي، تركته بي وأخوتي ونزحته لهنا للتربة. سبب الأوضاع، سبب القتل، سبب انتهاكة النساء، سبب مثل ما تقول الأوضاع المعيشية صبحت صعب معانا. إن شاء الله للحين للأحسن، إن شاء الله إن ربي يزيل الحوثيين علشان نرجع بلادنا بين أهلنا وأخواننا. لكنها وكعادتها تقدم المرأة نموذجا فريدا للمرأة المكافحة والمناضلة، فقد عملت الكثير منهن على تعلم العديد من المهن من أجل إيجاد مصادر دخل لهن ولأسرهن، ناهيك عن تخصص أخريات في مجال الدفاع عن حقوقهن. عام خامس من الحرب تقدم خلاله المرأة اليمنية تضحيات جسيمة في سبيل الحصول على حياة آمنة وكريمة لها رغم كل الظروف والتحديات المحيطة. ليبقى السؤال الأبرز، هل يحمل العام القادم للنساء هنا بارقة أمل في تحسن هذا الوضع المزري، أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه؟ فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.